طيب لانه الحال من بعضه في الكوره انتوا شفتوا مهزله نهائي دوري ابطال افريقيا وما حدث مع الاهلي في مباراه المغرب وزير الشباب والرياضه شكل لجنه وهنا الذهنيه المصريه اول ما تسمع شكل لجنه خلاص تقول على الدنيا السلام ما فيش حاجه لكن شكل لجنه واللجنه طلعت بتوصيات اتقال ان ديت اتبعتت لاتحاد الكوره عشان ياخد قرار. مجلس اداره النادي الاهلي بنفكر ونذكر لانه لو البعض فاهم انه بيراهن على ضعف الذاكره يبقى تفكيره غلط ورهانه خسران. الاهلي ما بيسيبش حقه. وبرضه بيطالب بحقه بنفس الاحترام والتقدير للقنوات المشروعه لكن بيدي كل طرف كل الحق في الوقت اللي ياخد القرار، لكن انه يسكت ويهدر الحق لا. بنذكر ونفكر يا سياده الوزير والساده مسؤولي اتحاد الكوره انه مجلس اداره النادي الاهلي استعرض في اجتماعه الاخير البيان الصادر عن اللجنه العليا لبحث الشكاوي الخاصه بعدم الشفافيه والفساد بوزاره الشباب والرياضه والتي ضمت بعض الساده المستشارين من اعضاء الهيئات القضائيه لتحديد المسؤوليه القانونيه عن اهدار فرصه مصر في استضافه المباراه النهائيه لدوري الابطال. وما ترتب على ذلك من اخلال بمبدا تكافؤ الفرص بين ممثل الكره المصريه ومنافسه. وحسم البيان ان المسؤوليه تقع كامله على الاتحاد المصري لكره القدم. لكن دون الاشاره في البيان الى كيفيه استعاده النادي الاهلي لحقوقه المشروعه في هذا الملف والتعويض عن الضرر الكبير الذي لحق به وعليه. فان مجلس الاداره يؤكد انه وبعد ان كشف البيان وبشكل قاطع عن كافه الملابسات بمنتهى الشفافيه وحتى لا تتكرر مثل هذه الاخطاء مع اي من اعضاء الجمعيه العموميه للاتحاد المصري في المستقبل ينتظر النادي الاهلي وجماهيره وكافه المهتمين بالرياضه المصريه قيام الجهاد ذات الاختصاص بتفعيل توصيات اللجنه القضائيه والاعلان رسميا عن محاسبة المسؤولين عن الإهمال والتقصير بخصوص خطاب الكاف، والذي ترتب عليه إهدار حقوق أدبية وفنية ومالية لمصر قبل النادي الأهلي، وطمأنت المؤسسات الرياضية على كل تعاملاتها مع اتحاد الكرة، وفي ذات السياق كلف مجلس إدارة النادي اللجنة القانونية بالنادي بدراسة اتخاذ ما يلزم من إجراءات. ده الكلام اللي في الجلسه اللي فاتت لمجلس اداره فات اسبوع ولا حس ولا خبر ليه مش ليه ما لان انت يعني وانت بتكتب الشكوى انت عارف ان موقفك سليم مم. وبعتها للجهات المسؤوله عن الرياضه في مصر مم. اللي اكدت ان الالي تعرض للطعم وعدم الشفافيه وتعمد مم. إهدار الحقوق من دولاب العمل في الاتحاد المصري في إشارة واضحة. ثم ترك الأمر دون أن يعلق عليه. وراح متكلم في إن إنك أنت تشيل أو تقيل الاتحاد ده شأن يخص الجمعية العمومية. ما تقيلش الاتحاد لكن وجه الاتحاد إنه يقدم لك المسؤول. ايوه ويقول لك عمل ايه؟ ما عملتش الحته دي يبقى انت مش عايز تخرج من الدوامه ولا تخرجنا من الدوام م. يعني يشكر آه، تشكر الوزاره انها قامت بالتحقيق الجاد ووصلت الى النتائج المحدده ولكنها لم تستكمل الهوم وورك او باقي اللي الوزارة. اللي يجيب النتيجه م. اللي احنا عايزين نوصل منه الى تنظيم العمل. ايوه فيطلع لك اتحاد الكرة لسانه مم. ويبتدي يوزع المهام بمناسبه الكلام في هذا الموضوع احنا انا كنت اتكلمت على كابتن حازم امام وانه كل في كذا وكذا وكذا منها المنتخب القومي امم والاكاديميات وكان تعليقي بالظبط كده هل كابتن حازم امام شخصيه ولاعب فذ وشخصيه وكادر محترم اه عملت كده. م. طيب هل عنده القدره التنظيميه والإداريه؟ قلت اه. هل سيجد من الوقت إزاء التكليفين المهمين دول انه يدير؟ تركت الإجابه. هو اللي يقول اه او لا مش انا. وما اتهمتوش بحاجه وقلت ولكن هل وجوده في هذا المكان هيسمح للرأي العام والإعلام بانه وخصوصا في الصدقات وأنه موجود في يعني شاشات التحليل والتقييم هل لو المنتخب بيلعب يعني الوضع في تقييمه إيه؟ لما تعرض لحازم لو كابتن حازم إمام ما هوش مدير الفريق القومي مش كنتش حول كده لو كابتن حازم إمام كان مديرا للفريق القومي ولكن مش محللا بيقعد يراقب ويحلل اداء الفريق القومي ما كنتش هقول كده إذن هو ليس موقفا من شخص وكن هو وتكن له ومصر كلها تكن له الاحترام صحيح وانا اعترف بكفاءته وجدارته وبنقول له خد موقف وادب واخلاق ونتمنى وبعد كل ده انا تسالت وما اجبتش يعني لا هجمت ولا عملت حاجه ونسيب الايام تطلعني يا صح يا غلط لان في ناس بتراقبنا وبتلوي كل كلمه بنقولها بتوجهها كأنها يعني احنا بنعتدي على حد لا بتطلق هي كانت تساؤلات وقلت نفس الشيء بالنسبه للكابتن بركات ولكن الكابتن بركات ما عندوش الزخم هذا التنوع و و وإنه مش بيقعد في استديوهات التحليل عشان هيناقش في المنتخب الأولمبي ولكن أيضا وضربوا مثلا طب ما هو الاستاذ ايهاب الكومي ما هو بيحلل ايوه سيدي على فكره أنا من أيام زمان لما كنت بحلل وماسك في لجان كنت بقول إن ده مش صح، لكن أنا مش مش هاخد موقف لوحدي. هرحب جدا لو في موقف يقول لك الإعلاميين ما يخشوش في الإدارات التنفيذية للاتحادات أو في الأماكن دي. لما باشا خصمه الحاكم. أنا مش شأني أنظم الكون لكن أنا مش شأني إن أنا أقول رأيي وأشاور على ما أعتقده صوابا ومن حقك تختلف معايا دون أن تصور إن أنا أو تهاجمني بشكل يوضح يعني إن أنا في موقف شخصي إطلاقا أنا أقول أستاذ إيهاب الكومي حتى أستاذ إيهاب الكومي نفسه مين اللي طلع قال له أنت 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 إزاي وعضويتك وتنفع ولا ما تنفعش مش أنا إنما شاشات أخرى <applause> بس هو عيب الكومي يتظلم لو قلت له انت لوحدك اه لو انت لو انت الناس بتتكلم على تضارب المصالح انه يهاب الكومي الراجل عضو مجلس اداره في الاتحاد وبيقدم برنامج في صدى البلد فيتقال ان ده عوار وتضارب مصالح فاللي يقول كده يتغافل انه قاعد جنبه الكابتن حازم امام يعني عضو اتحاد الكوره يعني الكابتن مدحت شالي بتحديدا يعني قبل كده الكلام محدش محمد بركات بيقدم برنامج لا يعني محدش حدش هو بيقدم ما انا عارف لكن محدش من اللي علقوا علينا ضايقوا هذا الموقف احنا مش بنقول حاجه احنا بنقول ده ده وهو مسؤول منتخب مصر هيقعد في نفس الاستوديو التحليلي اللي بي يقيم منتخب, يقيم منتخب مصر صحيح بس